Is that true? I had a meeting on the meeting with the boss for the student. They will be coming in the another box. He is expected. Obviously, the father is in case of happy to have a student. The student will start to get by what you call by input or by reference. Yeah.
بس الغير بيسوع عليك وكان ايه من ليه انت بتاني معنا على طول كون تربيع فمصلاحي حاجة لنسي زي الإبهاد فبتاني انا هاخد حاجة لنسي ده معناه ان الاب ده
The equation that we have to put is omega output minus omega rho at KBD. The KBD is O. Omega output by the equation that we have is okay. Wait, what is this error? Okay. Phi error, the error like that, that I've been given to output, is given by this expression. Omega input, the frequency that we have. طبعا لو في كنترول ما بقاش يعني ما بقاش فانكشن بتاعي
environment fund. When we study the behavior of the PLM, and I'm going to give it, basically, I'm talking about the perturbations in the city states. And I'm going to say the city states, which is a narrow condition, and the PLM has a very narrow condition. Some small perturbations around this city states. But I should talk about the whole way, and I have an analogy. Electronics. How does that come to that? Similar to something we do in the electronic and head the transistors. And the higher city state, we have a some perturbation. Frequency of the
مسلم الأول الطالع من فيز تاتي صح؟ اللي نسميه الهيرو سيجنال أو ديبي تاتي حسن الفريكوانسي كومبوننتس بتاعته كويس؟ هيتشكل ايه في الفريكوانسي؟ يعني ايه الوضع هنا؟ بس مش هو البلس سيجنال صح؟ دي في الفريكوانسي نوعية مش هتلاقي ايه؟ واحد مساعد مولي ايه؟ نوبر اسمولي ايه؟ مساعد مولي ايه؟ نوبر اسمولي ايه؟ دول هيتشكلون ايه في بيكوس المنين دول؟
في عندي تو كومبوننت فايين اوميجا 1 زائد واوميجا 2 زائد كنت بسميهم سايد بانز. سايد بانز نون هارمونكس. ليه مش يعني ليه اسمهم سايد بانز؟ يعني ايه هارمونكس الاول؟ هارمونكس يعني هارمونكس. يعني لو كان تلاقي اثنين اوميجا 1 وثلاثه اوميجا 1 وحاجات كده كنت هقول عليهم هارمونكس، لكن دول طلعوا ايه؟ سايد بانز يعني حاجه اكبر من اوميجا 1 بلس اوميجا 2 وحاجه اصغر من اوميجا 1 اللي هي ايه؟ ماينس اوميجا 2. وهنعرف اولا خلاص هل في ضرر للسيجنالز دلوقتي؟ يعني هل في ضرر للسايد بانز وايه هو؟ تمام؟ كان نفسي الفي سي او ده يطلع لي سنجل فريكونسي صح؟ المفروض ان ده كان يطلع لي مع فريكونسي واحده بس كده. الفريكونسي دي هي مين؟ اوميجا اوت. نتيجه الفريكونسي دلوقتي زائد اوميجا ام واحد عند اوميجا اوت ماينس اوميجا ام. اولا هقول ممكن يسبب لي مشكله ماشي هو ضرب هيشوشوا على الحاجات الثانيه اللي في الدور الثاني هيشوشوا على ايه؟ هيشوشوا على ازاي؟ ده بتاعي بنسميه ده لوكال سيريت. الشيكو بتاع انا بيطلع دلوقتي السيجنال اللي انا عايزها اللي هي اوميجا اوت بس بيطلع عباره عن تو سيجنالز عند اوميجا 1 بلس اوميجا ام اوميجا 1 بلس اوميجا ام ده شكل الخطوه كده. انا اوميجا اوت ده انا عندي ايه؟ انا عايز اوميجا اوت ده ليه اصلا؟ صح انا بدور يا جماعه اوميجا اف صح؟ المفروض ان انا عندي سيجنال هنا اسمها اوميجا اف ولو انا اخترت الاثنين زي بعض حسب يعني هو سيبك بس لو انا اخترت ان ده اوميجا ام اف دي السيجما بتاعته صح كده؟ لما بضرب ده في ده بيعمل ده كونفرجن صح؟ هو ده اساسا هذا الاثنين ايه اللي هو هذا الايه؟ وات كود فريكونسي ده كنت سميته المره اللي فاتت فريكونسي سنسيتايزر صح؟ هو ده بالظبط اللي بيعمله فريكونسي سنسيتايزر هو بيطلع لي فريكونسي اللي هي لما بضربها في الاي اف سيجما اللي هي داخله تعمل ده كونفرجن في البيز ده. دي الخطوه اللي انا عندي في الحته دي. السيجنال دي ايه؟ دي بقى اوميجا انترفير دايما انا باخد بوز كيس بوز كيس ان الانترفير ده مالو؟ دي بيت دي بقى بتاعتي صح؟ والانترفير ده ممكن في الحاله دي ممكن يبقى ايه يعني؟ الانترفير ده ممكن يبقى سيجنال بس هو اوميجا ام دي اللي هي مين يا معلم؟ مين اوميجا ام؟ اوميجا ام هي بتسفاي دي حاجه بس فروم ذس بلوت مين اوميجا ام؟ هي ريفرنس صح؟ بيزيكالي اوميجا ام دي هي ايه؟ الريفرنس توايس الريفرنس بالظبط. فبيسكلي ده معناه ان الفريكونسي اوميجا اوتبوت زائد اوميجا ريفرنس. لو فاكرين كده المره اللي اوميجا اوتبوت زائد اوميجا ريفرنس دي اللي هي ايه؟ التشاند جنب صح؟ اوميجا اوتبوت ماينس اوميجا ريفرنس دي التشاند جنب بس اللي هتحتاج. فبيسكلي كده باخد التشاند اللي جنبي اللي هي ممكن تبقى كبيره قوي انا بتيجي في الموز كيس وهحطيها فين يا جماعه؟ طب هو ده البيس بالك على الاقل انا بكون دلوقتي مش عارف سيجا دي جايه بس معاها الشات بتاعتي والشات اللي جنبي اوكي فديس از ا فيري هيوج ايه بروبلم لو في اوميجا دوت زي اوميجا ام ده هيخلي ايه هيخلي السيجا ده داون كونفرت السيجا اللي انا مش عايزها الانترفير اللي داون كونفرت عند نفس الباند الايه بتاعتي اوكي ده معناه لازم ده يا جماعه السايد باند ده مش ايه واكيد صح فيري فيري سمول بحيث ان الحته اللي هترجع دي الانترفير ده يبقى ايه؟ يبقى صغير جدا بحيث ان السيجنال تكون ريش ما تتكسرش. يعني صغير جدا بقى انا هعرف بس الريش ما بين الاثنين دول. انا هعرف صغير ولا صغير هعرف اه هي. اوكي؟ هي الريش ما بين السايد باند وما بين الايه؟ الفاندمنتال او الايه؟ المين هارمونيك. اه بقى بنسوي كام فور ذيس ايكويشنز؟ كام يا جماعه؟ اوميجا ام دي اللي بتطلع فوق
كام؟ ده معناه سلاك دايس كويس. ده معناه نعم؟ بالظبط، ده معناه لازم اختار مع اف ريفرنس دي اختارها ايه؟ كبيرة. كل ما اختار اف ريفرنس كبيرة معناها الفيلم ده هيجي، مش بس كده، ماشي الفيلم ده هيجي ريفرنس كبيرة ايه اللي هيحصل كمان؟ يعني الجاي ريفرنس كبيرة دي هتبقى فين؟ هتقلب كده صح؟ ايه اللي هيحصل في الفيلم ده؟ يعني ايه اللي هيحصل في ام دي؟ هتقلب ماشي يو جيم فروم بوث الفيلم مثلا هتكبر معناها المقاطع هيظهر بس مش بس كده ده في ام كمان هي اللي هتظهر في الفيلم ده ايه؟ الفيلم ده الاكشن فاهم؟ 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 مش عايز ده؟ ده على ده. مش ده على ده. الصغير على كبير. فبيزيكال لو انا عندي معاكم كيس الاولاني ده فيلم زي منين؟ انا ما بركبش فيلم زي ده جاي منين؟ ده جاي من كريستال صح؟ اللي هو بيرجع ديزاين بي ال ال وانا عندي تو كريستال واحده منهم 10 100 ماشي كلية رمز، كلية رمز اللي في 26 ميجا عندي 2 كريستالز 126 ميجا هرتز و 152 ميجا هرتز هنقول لك كده كريستال فريكونسي قليله يعني مش حتى 52 دي لسه موجوده في الموبايل كان قبل الموبايل فون سنه 26 ما كانش فيه ده لكن قاعد فيه بس كريستالز هنقول لك كريستالز دي ديسكريت ديسكريت دايما مش هيبان زي ما انا عايز وليمتد يعني تبقى ميجا هرتز فاحسن لي استخدم انهي كريستال فيهم السكاشن ده لسه فيه وده احسن لي استخدم فيه بيديهم 50 ميجا بس ده هيقلل الريبلز وهيقلل بالتالي ايه السايد دانس دي وهيبقى ايه بيتر ايه الكوست اللي انا هدفعه بقى يعني اف يو تشوز ذيس 50 ميجا هل في اي كوست اسوشيتد بالموضوع ده؟ بزيرو فور فري كده بزيرو بزيرو في زيرو قصدي في زيرو في زيرو جاي مني يا جماعه اه ماشي تشوز في زيرو ما هزود دي بالظبط كده الفيس ايرور قول لي ايه وبالتالي الفيس ده هو هيزيد بس هل ممكن اعمل فيه حاجه؟ كريستين تايب وبيج دي المشكله اللي عامل ايه؟ حاول اصور كي بي ما ينفعش اصور كي بي سي هو اللي هل صحيح هل ثانية هل ده ممكن يبقى صفر معنى؟ هل الايرور ده كان بي ايكوال تو زيرو؟ هل فاير ممكن يبقى صفر؟ عشان يبقى صفر ده ايه اللي يحصل؟ لازم كي بي دي كي بي سي هو حد مميز في الفيلم صح؟ ينفع؟ ينفع كي بي سي ما ينفعش يبقى كي بي سي فبيسك الكارب ده دايما هيبقى ايه؟ هيبقى ماشي ما ينفعش يبقى صفر ودي واحده من ضمن مشاكل البي ال ال دي اللي احنا هنسميها تايب ذيس از كولد تايب 1 بي ال ال هناخد المحاضره اللي جايه ولا لا هناخد حاجه اسمها تايب 2 بي ال ال ذيس از اكزاكتلي واي بيبول يوز تايب 2 تايب 2 بي ال ال ممكن اخلي فيها كيس كارب زيرو من غير ما من غير كي دي ولا كي سوري مش هعرف كان كي دي كي صح ولا كي سوري المشكلة الثانية احنا لو احنا بنستخدم كريستال وساعات في بس بيزيكالي دي مور اكسبنسيف اه الكريستال اللي هي 52 ميجا دي اكيد مور اكسبنسيف ده 26 فانا محتاج ادفع فلوس اكتر دي حاجة ثانيا عشان اشغل الكريستال دي مش حد عمل كده كريستال بشكل ولا لا بس ده كل ما الفريكونسي معاها بتزيد بتزيد ده معناه ان الجنريتور ايه اللي هيحصل فيه؟ عشان يشتغل على فريكونسي اعلى اكيد الباور كونسبشن بتاعه هيبقى ايه؟ اعلى فبيسكلي ذس مينز اي هاف تو سبيند مور باور في الايه؟ في الكريستال فبيسكلي هاي فريكونسي يو هاف تو باي سم برايس في الكوست وفي الايه؟ وفي الباور كونسبشن. ممكن. يعني ماشي الفيزا ده مش انا ممكن احسن الفيزا ده واخليه يشد شويه الافاينس دول بدل ما هو فيرست كده يبقى هاير كود طبعا هتقلل فيها بس بتاع واحد هاير كود اتكلمنا عن هاير كود يعني ما ينفعش تكلمني دي هو انا مش معنى ان انا بزود اوميجا ام ان انا بقرب اكتر من شانل ثاني بقرب اكتر من شانل ثاني؟ يعني ايه بقرب اكتر من شانل ثاني؟ يعني شانل اللي بعد اوميجا ام دي احنا هي دي اوميجا ريفرنس صح؟ انا ازاي بطلع الشانل ثاني؟ يعني اوميجا اوت زائد اوميجا ام زائد مش معنى كده انها كل ما هما جايين بتزين الهارمونيك ده هيروح عند الشانل الثانية؟ لا لا هو الشانل الثانية دي هي اللي بتفكيرك. اه فمن مصلحتي ان انا ازودها قوي لازم اتكلم معاك. لا لا من مصلحتي ان انا ازودها قوي. كل ما بتزودها الترم ده بيصغر صح؟
كل ما زودها ترجع للهامر الهامر ده هيجسم على حاجه هي بتشغل بالي بس الهامر ده نفسه يقول ان هو صفر وفي حاجه هنا هيجسم على حاجه خلاص هو في سيجنال جنب صحيح بس مفيش هامر هنا في الحاله القديمه انا مش حاصل اي ميكس الميكس الوحيد هي بقى بين السيجنال بتاعتي اللي هي مع اللي هي مع انا مصمم بقى يوصل
في جزء ايه؟ في جزء اللي هو وايت 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 وفي هنا فريكونسي معايا معايا كورنر فريكونسي. بعد الكورنر فريكونسي كده كده مفيش فريكونسي او الفريكونسي كان بين الجاكتب وهيبقى كل وايت خالص قبل الكورنر فريكونسي في ايه؟ في لارج فريكونسي. والشكل ده بقى عامل ايه؟ دي فريكونسي دي زيرو صح؟ ده الشكل بتاع الفريكونسي زيرو وفي ناحيه ثانيه ايه؟ ده شكل النويز او شكل الباور سبيكتر ليست بتاع فاي ان اوف تي. هتساوي ايه؟ بتيجي تساين في اس تي هتساوي شيفت حوالين ايه؟ حوالين ايه؟ يعني هتشكل البي سي وشكل ايه؟ فليكر فليكر بتعمل نويز وقت هيبقى اب كونفرتد حوالين اف سي وعندي برضه اللي هو ايه؟ كارير او المين سيجنال اللي هي المونتد سيجنال دي حوالين الاف سي. اي حد بيعمل ديزاين بي سي او دايما بيبقى عنده حاجه اسمها فيز نويز سبيكتر. اللي حصل ده احنا كنا في التايم دومين بنسميه جنرال، في الفريكونسي دومين بنسميه فيز نويز. يعني حصل نويز في ايه؟ حصل نويز في الفيز ماشي؟ اتس كول فيز نويز. اي حد بقى بيفهم بيزي هو دايما بيبقى فيز باك على فيز نويز. يعني بيقول له ايه؟ بيقول له عند فريكونسي معينه مثلا يعني 1 2 هرتز اوفست بالكارير بتاعك لازم النويز دي ما تزيدش مثلا عن 1 على 1000 من الكارير. وعلى الاقل دي لو انا بكلم الحطام دي بي يعني بسموها 6 دي بي او بسموها دي بي سي دي بي كاري. عند فريكونسي 2 ميجا النايز ما تنساش عن 1 على 10000 من الكاري بصوره. اوكي انت دايما بيبقى في عندي شويه فريكونسيز كده كل واحده منهم بقول لك النايز ما تنساش عن قيمها. طبعا انا كان نفسي لو لو بي سي هو ده ايديا المفروض النايز دي كانت بتتكلم مع صفر صح ما بيبقاش عندي غير الكاري بس عندي كاري وعندي النايز. السؤال بقى انا خايف من ايه؟ من اللي عايز المهم تبقى صغيره قوي تبقى 1000 1000 عن صغر. افرض المهم سهل شويه يبقى احسن. ولو حاطين تفكير مفيش انا جنبي ولا جبتها اتس اكزاكتلي ذا سيم لايك نفس الديسكربشن اللي احنا بنعمله يا جماعه. الفيس نويز دي كان برضه كونفرت السيجنال اللي موجوده هنا برضه في الايه؟ في البيس ديت. اوكي؟ يعني بيسكلي السلايد اللي بعد كده لو انا عندي لازم النويز يكون ايه؟ قلت جامد جدا. يعني لو لسه في نويز كبيره
السكريبت دي فاكتة بسهل كده الفريكوانسي دومين ده معناه ان في جزء كبير جدا من الفيرا هيخش في الايه؟ هيخش في السيجنال بتاعتي وده بيسموه ريسبت بروجرامينج سيجنال ايه؟ فده بيز نويز از فيري امبورتنت فور بروجرامينج سيجنال. وايه الفرق بين اللي حصل هنا واللي حصل في الفيرا؟ فيري سيمبل فيري سيمبل للريبلز اللي احنا بنعمل كده حاجه شبه بعض كده ده جيب منه ده جيب منه ده فرق كبير ده جاي من منين؟ الشكل ده جاي منين؟ بتاع الميسي جول ده جاي من الميسي جول شخصيا صح؟ ليه؟ عشان الكومبوزر هو الميسي جول صح؟ هتيجي جايه من نتيجه النويز بتاع الميسي جول شخصيا دول بقى جايين منين؟ اللي احنا سميناهم السايد بانز دول ده مش من الميسي جول ده من الانبوت بتاع الميسي جول هو مين؟ اللي هو في كنترول عشان الفيلتر ده ايه؟ مش شايف شغله كويس، اوكي؟ ساب شويه ديفرنس بيغيروا البي سي او، خلاص فبيسكلي في حاجه جايه اوتسايد اوف البي سي او اللي هي الانبوت بتاع البي كنترول، في حاجه جايه من البي سي او شخصيا اللي هو الفيز 1. واجي سامبل سيميلر برضه احنا ممكن يحصل برضه مشكله في الترانسميتر مش بس البي سي. هل في مشكله ممكن تحصل في الترانسميتر؟ انا دلوقتي الترانسميتر يا جماعه لو الترانسميتر هنفترض برضه ان هو الترانسميتر برضه ايه؟ اللوكال سيميلر بس مفيش حاجه سيجنال يعني مفيش مودوليشن ده معناه ان لو الترانسميت حوالين فريكونسي اف 1 المفروض كان يطلع ايه؟ من اف 1 ايه؟ هو الترانسميت هو بس مجرد من ايه او مش اي مش معايا ساين اوميجا ار تي المفروض يطلع ايه؟ سيجنال اللي هو ايه اف 1 بس انا مش عارف مين دلوقتي الاوسيليتور بتاعي ما بيطلعش بس اف 1 بيطلع ايه؟ بيطلع الشكل بتاع الفيس نويز ده هل ممكن يبقى مضر؟ بس ما ترانسميت السيجنال دي ده انا بطلع حقا بطلع ايه؟ هل ممكن يبقى مضر؟ ده ممكن يبقى مضر لبقيه الناس اللي لقيت اليوزرز لو في يوزر تاني عند فريكونسي اف2 اه يبقى يوزر نمبر 2 ده عند فريكونسي اف2 ده انا ضربته في حاله واحده بقى انا بالنسبه له عباره ايه بقى؟ مالي التفكير صح؟ انا بالنسبه له دلوقتي انا دخلت عنده في البان بتاعته او في الفريكونسي بتاعته هو راجل كده الفريكونسي يعني بتاع صغير الورست كيس سيناريو اللي ممكن يحصل ان اليوزر لما تقول ده سبيس مور وانا الفيس نويز بتاعتي از ايه؟ از جامد يوزر نمبر 2 فبالتالي هو لازم يوزر لما تقول ده احط ريستريكشن على ايه؟ هو لازم يقول لي ان الفيس نويز بتاعتك عند الفريكونسي بتاعتي لازم يبقى ايه؟ لازم اصغر بكتير من السيجنال بتاعتي صح؟ لو السيجنال ده لو النويز لو الديسكوشن بتاعي ده او الشات ده كبير معناه ان انا هدمره ايه؟ هدمره السيجنال تو نويز ريشيو لازم يبقى طيب خلينا نقول الكلام ده كله يعني الورد ده بس فاهم هو بس فيز نويز دي هيبقى بس يقول ان احنا هنزل كده كمان شويه يا جماعه طيب لو المحاضره الجايه ولا ان البي ال ال ويل هيلب تو امبروف ذا فيز نويز اوف ذا بي سي يعني لو البي سي هو عنده فيز نويز مش كويس البي ال ال هتصلحه اوكي او بيزيكالي تو امبروف يعني هتشيل شويه من الايه؟ من السكيب شويه كده من النويز دي هتشال and this is another advantage of the DLA انها بتحسن البرفورمانس بتاع البي سي او عن ما بتسيبه ايه؟ فري راوند لحد النهارده كانت في حاجه اساسيه احنا ليه ما استخدمناش البي سي او؟ يعني ليه ما عملناش السنسيتايزر بتاعنا ده بس البي سي او؟ صح؟ في حاجه اساسيه دي حاجه ايه دي حاجه اساسيه باي ذا واي انها مش اكيوريت بالظبط كده البي سي او ده بيطلع لي فريكونسي مش اكيوريت عشان اخليها اكيوريت حطيتها في الجروب از اكيد از مين؟ از ذا ريفرنس اللي هو جاي عن طريق الجسم. بالاضافه الى ذلك ده حاجه كمان هارد مهم ان الفيزيو ده لو استخدمته بعد كده كان هيطلع فيري باد فيز نويز. اوكي؟ او بيزك عشان احسن الفيز نويز اي هاف تو سبيند تو ماتش باور انا ممكن اصير الفيز نويز ده في الديزاين بتاع الفيزيو هو بس ده ليه ايه؟ كونسيكونسز في الباور دلوقتي وجوده في البي ال ال في حد ذاته هيحسن البرفورمانس بتاع ايه؟ بتاع الفيز نويز بتاع الميكس خلينا نعمل ديسكريبشن كده النهارده هنعمل ديسكريبشن ده كوانتيتيف يعني مش بدنا نستخدم معدات المره الجايه هنعمل كوانتيتيف يعني هنطلع معدات نسبه بالظبط اللي احنا بنقوله النهارده بس نسبه دي حاجه كده ايه مور ديسكريبتيف طيب خلينا نشوف الاول ازاي البي سي او انا هحفظ السيناريو ده انا عندي بي ال ال فيها ريفرنس وبي سي او
في فرق بين الفيز هتلاقي الاثنين كبير صح؟ هو احنا قلنا الفيز هيبقى شكله ايه على السيجنال اللي فوق اللي هي الريفرنس اللي شكله الفيز كل حاجه ثابت بيطلع السلوب ثابت السلوب ده هو نفسه مين يا جماعه؟ الفريكونسي صح؟ الفريكونسي اللي فوق دي هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتعمل السلوب فده الفريكونسي سوري ده الفيز بتاع الريفرنس وده الفيز بتاع البي سي او الاثنين دول ايه العلاقه في الفريكونسي؟ الريفرنس والابوت بس كده نفس السلوب ان التو فيبرز دول اربعه غير نفس الوضع اربعه لو قلت في زيرو ده الاثنين دول ان اربعه مش عليهم نفس الفيبرز بس ايه المشكله؟ ان فرق الفيبرز ماله؟ كبير قوي اوكي؟ There is a big difference in the ايه؟ البي اللي احنا هنا ده المفروض ان هي هتغير حاجه في البي سي او عشان تقلل الفيز ده صح؟ حاول تقلله توصل للايه؟ الفاليو اللي هيبقى في الباي ايرور اللي احنا عايزينها بس انا مش انا اي حاجه ولا حاجه ولا غير الفيز بتاع البي سي او ده ايه اللي هو غير البي سي او هو يكون صار النهارده غير الكنترول فولتج الكنترول فولتج هو ده ايه؟ الفريكونسي صح؟ الحاجه اللي انا بقدر اغيرها في البي سي او هي الفريكونسي مش الفيز بس ايه اللي عايز لي الفريكونسي ريليت تو ايه او الفاليو يعني ايه اللي هيحصل فور اكزامبل لو البي ال دي كشفت دلوقتي ان انا عندي حاجه في الديسك ايه قبل كده هتخلي البي سي او عشان زي ما شويه هتخلي البي سي او يسرع شويه اوكي يرن فاستر ايه اللي هيحصل لو البي سي او يرن فاستر ايه اللي هيحصل في الفيز بدل ما هو في بره اسلوب معين هيحصل ايه في بره اسلوب هيزيد صح بس كده هيحصل الاسلوب ده هيزيد لما الاسلوب ده يزيد يعني ان الفيز ده الفرق اللي ده هو ايه بيقل مع الطيب لغايه امتى بقى؟ لغايه ما نوصل للحظه معينه عندها ايه وده؟ very small called the distribution can be very close to zero ساعتها هيحصل ايه يا جماعه؟ حاجه تانيه غير الايه؟ الفريكونسي صح؟ اذا كان سرعت بس البي سي او في حته في النص دي على البي سي او غير الفريكونسي بتاعته قول لي الديس بيريود اللي هي الحته دي والحته دي وبعد ما خلصت او بعد ما وصلت للفيز القيمه المطلوبه اللي هي الجدول المطلوب هرجع تاني بقى للفريكونسي الايه؟ القيمة الأساسية هي اوريدي بتساوي ايه؟ عايز تكون في مصدر يسرع أو مكرر أو يسرع هو محتاج بس يسرع في النص صح؟ لكن عشان يوصل في الفيزيك دي لازم في مصدر بتاع البيزيك هو اللي هيبقى مثلا في مصدر بتاع البيزيك هو سرع بس في النص ايه اللي هو في النص؟ ايه اللي هو بيحاول يعمله في النص يعني؟ بيحاول يقلل صح؟ بيزيكلي بيحاول ايه؟ يقلل وهي الحتة اللي احنا عليها دي يعني دي تعتبر راب كونديشن ده يعتبر راب كونديشن وهي الحتة في النص دي هو اللي احنا عليها ده البرتربيشن او ايه راب كونديشن عارف ان في كلمات الكونتنت بس لو باجي اقسمها برسمها عباره عن ايه؟
مثلا الساين او السكوير ويف اللي هنا فيها كده دي اماكن الزيرو بروسس الفيس اللي هو اماكن الزيرو بروسس فلو دي السيجنال معاها هي الانبوت سيجنال وعندي الاوتبوت سيجنال وانا فاهم ان الاثنين دول بيعملوا كده هات التايم اللي هو اسمه تي 1 ده از ان لوكال كونديشن يعني ايه از ان لوكال كونديشن يعني التو فريكونسي بتوع بعض وفي فرق كبير صغير ما بينهم اللي هو بتيجي ايه؟ بتيجي البالسز دي صح؟ وعرفت ان ده اللي هي الراوند كونديشن يعني ايه اللي قال في الرسمه دي اللي هو فيها الراوند كونديشن انا لازم هنا بس ايه؟ دي كنترول صح؟ دي لو بس كده ده اللي هو مين؟ دي لو بس كده ده المقصود بيه اللي هو دي كنترول اللي هو خارج من ايه؟ خارج من اللي هو بس كده لو اللي هو بس كده ده او دي كنترول ده وصل للستيت ستيت ثابت يعني معناها ان احنا اوريدي ايه الراوند كونديشن قبل التايم تي 1 اللي حصل بقى من تي 1 انا هعمل بريبريشن ايه؟ للفيز بتاع الانبوت هعمل ستيب في الفيز بتاع الانبوت هو المفروض شكل الفيز بتاع الانبوت شكله ايه؟ يعني هو عايز اسم الفيز بتاع الانبوت سيجنال الانبوت ده شكله ايه؟ قبل البريبريشن ولا لا؟ ستيب في الفيز هعلي الفيز بسيرتن فاليو هسميها 5 1 يعني تلاقي الفيز هتبقى ايه؟ اوميجا 1 تي اللي هو الرام زائد باي 1 تي او تي ماينس عملت ستيب للايه؟ اشوف ازاي ده بتعمل ايه؟ انا هشوف ايه السيجنال يقول لي ان حصل بيربريشن في الفيز المفروض فيزيكا الزيرو كروس اللي كان موجود دلوقتي مش مكان الزيرو كروس اللي اتغير هو ده البيربريشن حصل في ايه؟ الفيز يعني البيربريشن في الفيز يعني كان ايه؟ الفريكونسي اتغيرت او اماكن الزيرو كروس بس ده حصل في الانبوت هل ده هيحصل في الاوتبوت؟ لا الاوتبوت مش واحد بقى بس ده بس الاوتبوت هيحصل في ايه؟ هيكمل زي ما هو الاوتبوت مكمل في ايه؟ في طريقه بنفس البيلود اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعت اوميجا 1 او البيس مكمل بنفس الطريقه. بعد شويه بقى مين هيبدا يحس ان حصل مشكله او حصل في الكونديشن ده؟ لا مش البي سي او مين لا؟ الفيس نيكتور الفيس نيكتور بقى هيحس ان في فرق بس سبيس ما بين الانبوت سيجنال وما بين الاوتبوت سيجنال الاول الفرق الفيز كان حاجه صغيره هو من اول قال لك في كل شويه فالقدم تلاقي ان فرق الفيز ما بين الاثنين دول حصل ايه؟ كبر صح؟ فرق الفيز ده اللي هو الفيز بيكتور ده عمله ريدكشن دي لو دخلت كده هي الاكس اور كوبريشن اللي احنا عملناها صح؟ لو عملت اكس اور للتو سيجنال دول هتلاقي ان في لارج بارسز دي صح؟ في لارج ايرور سيجنال ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت ده معناه ان عايز اقول لك يا جماعه الراب سيجنال دي لو خدناها بقى للدرج بتاع السيجنال دي هيبدا الاوتبوت اللي هو بتاع اللوبا سيجنال يبدا يحصل فيه ايه؟ يزيد اللي هو كان الكنترول فولتج بيحصل فيه ايه؟ بتزيد يعني كان في سوق حاجه ايه؟ هيصبر على الفيروس ده اوميجا اوتبوت دي ويل انكريز زي ما قلنا كده بعد الاوميجا اوتبوت انكريز هتلاقي ان في سي او بيأكيوليت ايه؟ مور فيس الرسم اللي فاتت صح؟ كان السكوب بتاعه هيبقى ايه بقى اللي بين الفيزا ده هيبدا يحصل فيه يا جماعه؟ يبدا يقل لغايه احنا مش هنرجع للتيرور ده كان كبير بعد كده يبدا يقل 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 لغايه بعد شويه بقى هيحصل فيه يا جماعه؟ عند تايم تي 2 هيوصل مره ثانيه لايه؟ للستيت ستيت الستيت ستيت الكبيره يعني هو عند الستيت ستيت حصل بيربريشن البي ال ال بتاع البيربريشن ده هتوصل تاني لايه؟ للستيت السؤال هو بقى الستيت ستيت اللي احنا وصلنا لها برضه عرفت منين هيوصل للستيت ستيت؟ ان دي كنترول سيت صح؟ دي كنترول سيت يبقى ايه؟ انا وصلت للستيت ستيت السؤال هو عن الستيت ستيت اللي هي نمبر 2 هنسميه ستيت ستيت نمبر 1 دي ستيت ستيت نمبر 2 الفريكونسي بكام؟ والايرور بكام؟ زي ما عملنا في الستيت ستيت الاولانيه قلنا الفريكونسي والايرور بكام؟ عايزين نعرف الستيت ستيت بكام؟ هنا الفريكونسي كام يا ابني؟ الفريكونسي هتطلع مكان هنا نفس الفريكونسي هو الفريكونسي اوميجا انبوت او اوميجا اوتبوت هي نفسها وبالتالي اوميجا انبوت هي نفسها لازم اوميجا اوتبوت ترجع تاني نفس ايه يا جماعه؟ ترجع تاني نفس القيمه دي اول حاجه فريكونسي نوت تشينج تاني حاجه الفاي ايرور هنا ريليتيف للفاي ايرور هنا هتعرف ان الفاي ايرور في الحاله الثانيه بكام؟
عشان ايه؟ عشان الفيزي اوميجا كريت مور فيز عشان يلحق ايه؟ الفيز اللي حصل او الاسكاب اللي حصل الجامب اللي حصل اوكي؟ غير المتكلم غير بس طبعا غير في النص وبعد كده ارجع تاني للسيستم هنا هو نفس السيستم في الاول لان في فريكونسي اصلا ما اتغيرتش بس كده احنا حد يعرف ايه هو هيكملت فيس قد ايه في الحته اللي في النص دي يعني بالنسبه هو الفيس هو هيكملت فيس اكتر اللي هو بيزك هيستوب لا هيبقى اعلى في الحته اللي في النص. حد يعرف ايه هيكملت فيس قد ايه؟ الستيب اللي انا خدتها صح؟ مش دي مثلا ايرور هو نفسه يعني ايرور في الاول زي ايرور في الاخر بس انا زودت ستيب يبقى لازم اروح كده ايه؟ يزود نفس الستيب عشان يحافظ على نفس الايه؟ يحافظ على نفس الايرور. فالجزء كان الايرور او الفيز الاكيوريت ديورنج التايم او الاول تايم تي 1 تي 1 اللي هو ايه؟ اللي هو من ساعه ما ابلاي الستيب اللي هي الفريكونسي اتغيرت ايش اكو فين كده كده هو هيدخل سي 16 وقت بس كده كده هيجري لغايه الفيدي الفرق الفيز ده او الاكيميشن بتاع الفيز ده هو نفسه مين؟ هو نفسه فايو الستيب اللي ايه؟ اذروايز افتر ذا روزيتنس اللي هيرجع تاني للبوكينج اول اوف ذا بارامترز ريتيرن تو ذير اوريجينال فاليو يعني هو هيرجع نفس الفاليو الفيز ده هيرجع نفس الفاليو والبي كنترول صح؟ هل عندي يعني لو انا في اللاب مثلا يعني بعمل حاجه تيستنج في اللاب عندي في اللاب او في السيميليتر كويس؟ السيميليتر اللي عندي هو مين؟ الانبوت والاوتبوت والفيز تكنيك وفي هل ده موجود؟ سيميليشن مش عايز اقول ايه؟ طب قول لي اه كده انا زي ما الناس بقول ايه؟ الفيزا دي سريعه ولا كده؟ انا بسيبها كده بس مين من السيميليتر دي بقى ممكن يقول لي هل البيهيفير بتاع السيتنج بتاع البي ده شكله ايه؟ يعني ايه البيهيفير بتاع السيتنج؟ يعني هل البي دي سريعه بطيئه خدت وقت قد ايه عشان تعمل لوجن من صوته؟ دي هذه موجوده على فكره انا عندي الفيجر ده والفيجر ده برضه انا بس مفيش فيجر بتاع الفيز انا الفيجر كلها هتبقى التايم اللي هو ده وده 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 مين الصوره انا ببص عليه بقول البي ال ال دي از ان لو كونديشن او از فاست او از سلو ايش دي خطوه دي هو بسيطه ده هل ممكن من دي اقعد دي اشوف حاجه ده في بس الفرق انا اصلا هل حد شايف مثلا هاته فاير؟ دوك ماتش يعني لو في بس لو هو جديد ده حاجه بسيطه مش هشوف حاجه لكن اللي هيقول لي فعلا الدي ال ال دي بيحصل فيها ايه؟ هو مين يا معلم؟ دي كنترولر اللي ده بيقول لي لا ذيس از سلو سيجنال حاجه يعني ايه؟ هل السيجنال دي هل الدوبا سيجنال اللي هي ده في الحاله دي مثلا طب خلينا نقول لك مثلا ايه بيزيكالي الدوبا سيجنال هو الانديشن يا جماعه بتاع هل السيستم ده سريع بطيء هل ستيبل هل مش ستيبل هو الايه؟ كنترول سيجنال اللي هي على البيزي طبعا لو هو كونستنت زي الحاله اللي في الاول والاخر دي معناها ان دي اللي حصل فيها ايه؟ لو سيبت كده معناها كده طول ما هو بيتغير ان في ترانزيت معناها ان انا ايه؟ لسه في الايه بقى؟ بيحصل سيتنج صح؟ الحاله الثانيه اللي هاخدها بقى ان انا هغير مش الفيز ده بتاع الانبوت هغير الايه؟ الفريكونسي بتاع الانبوت يعني الفيز كان عندي اوميجا انبوت الاول اوميجا 1 هرجع بتاعي برضه في زيرو هغير الاوميجا انبوت هخليها بتساوي اوميجا 2 يعني هصرع على ايه؟ هصرع على الانبوت فريكونسي برضه نفس الكلام المفروض ان في الاول في سيتنج سوري في لوكينج وبالتالي تو في كونس تو ابلاكت عند تايم تي زيرو في اوبر لسه ما حسش بحاجه هيكمل زي ما هو عايز صح؟ اجين مين اللي هيحس بالتغير ده؟ ما حصل تشينج في الفريكونسي اللي في الفريكونسي هو الفيز تكتب هيبدا يحس بيه يا جماعه فيز ايرور بيزيد صح؟ ايرور سيجنال بتزيد هيعمل ايه الفيز تكتب؟ اه هيقول لي هو ايه الحق؟ احنا ايه؟ عندنا مشكله في اكتيفيشن كبير جدا للبيز فالبيز ايرور بيزيد
شاهد شوية صعب شوية. بيزيكال البي سي هو هيبدا ايه؟ هيبدا الكنترول فولتج ده يزيد وتبدا اوميجا اوت تبدا كمان تزيد صح؟ هيحصل شوية سيتلينج بيزيكال زي ما قلنا كده الجو بعد كده يصغر لغاية لما نوصل لطعم معين اللي هو بتاع دي تي 2 نوصل تاني لايه؟ للوكينج كونديشن اللي هو الستيت ستيت كونديشن. السؤال هو بقى اللوكينج كونديشن الجديدة اللي هو نمبر 2 الفريكونسي هتبقى كام؟ والفيز ايرور هيبقى كام؟ ريليتيف للحاله الاولى. ما قلتش انا كنت صح؟ نفس الفريكونسي ونفس الفيز ونفس الفيز. اولا في الاوميجا اوتبوت لازم تتغير صح؟ تبقى كام؟ دلوقتي. الاوميجا ايه؟ صح؟ لازم تدور مين؟ لازم تدور اوميجا ايه؟ اللي هي اتغيرت الاوميجا ايه؟ لازم لو تيجي اوميجا 1 يبقى دلوقتي لازم تتغير تبقى كام؟ اوميجا 2 عشان لو انا هاخد الكونديشن لازم تبقى اوميجا. وسيت الفريكونسي اللي اتغيرت لازم مين اللي يكون اتغير معاه؟ دي اللي هيخلي الفريكونسي اللي اتغير. لازم الكنترول مش يكون اتغير صح؟ الكنترول مش كل زي ما هو مفيش اي خالص تشينج في الفريكونسي. فلازم في كنترول هو اللي يكون اتغير. الغايه دي بقى دلتا في كنترول دي بتطلع كام؟ كملت صح؟ وبعد شويه كده اكتشف ان انا المفروض ارجع تاني.
1 تي 1 ليه كملت؟ عدد عن الفريكونسي يا جماعة على الـ 9 تي 1 نصيحة وصلت للفريكونسي اللي أنا عايزها بس ما وصلتش لإيه؟ الفيز اللي أنا عايزه لازم الفيز اللي أنا عايزه مش بس الفريكونسي تكون قد الفريكونسي أو الفريكونسي اللي أنا عايزه لازم كمان الفيز ايرور يكون إيه؟ الفيز ايرور اللي أنا عايزه اللي هو جيفن باي ذا هل الفيز ايرور اللي أنا عامله الفيز ايرور المفروض عنده لا الفيز ايرور اللي أنا كان جايبه إيه؟ ذا فيري لارج فيز ايرور يا بس كان الفيز اللي أنت بتعمل إيه؟ بتحاول تلحق الإيه؟ التشينج اللي حصل في الموديل كونتينيوس لغاية لما بعد شوية وقت بقى الفيز ايرور رجع للباب اللي انا عايزها والفريكونسي هي اللي ايه؟ زي الفيز ايرور هنا حصل لك هنا حصل لك لان حصل التو كونديشنز ار ساتيسفايد ان اوميجا اوتبوت هي اوميجا انبوت بس مش بس ده كونديشن كمان ايه؟ الديفرنس في الفيز اللي هو الفيز ايرور وصل للايه؟ للبروبر فاليو اللي هي بتاعت اللي هو الكونديشن اللي انا بطلعها له معايا ماشي؟ طيب هل ربنا بيدينا كل ده بيديني احساس هل هو بطيء سريع وطوان المفروض كمان يديني احساس هل البي ال ال دي ستيبل او مش ستيبل؟ هل حتى لو كده المفروض يقول لي از ذيس ستيبل سيستم؟ هل ده البي ال ال دي ستيبل؟ هبص عليها عشان اشوف هي ستيبل ولا مش ستيبل. شو يعني الفيلد ده يعني في السيركتس رايح الفيلد ده حاجه بيزيكالي هو ليه ستيبل؟ ليه ستيبل؟ هو رايح وصل ستيبل اكيد هو ستيبل بس هل ده فروم كنترول بوينت اوف فيو ذيس از انف؟ هو طول ما هو حصل ستيبل ستيبل ده كده خلاص هي ستيبل بس فاهم مش بنزل كده ما راحش الفيلد بس فروم كنترول بوينت اوف فيو ذيس از نوت انف يعني لو وصل الفيلد ده كارثه اساسا ده مش ستيبل كارثه حصلت انا مش بس عايزه ما يوصلش الفيلد انا عايزه يعمل ايه يا جماعه بالظبط انا عايز ما يبقاش فيه لارج اوفر شوتس واندر شوتس صح؟ يعني مش كفايه بس ان انا اقول السيستم طب دول برضه في دي انا مش عايز يحصل فيه ايه؟ اوسيليشنز او لارج اوفر شوتس لان لارج اوفر شوتس واندر شوتس دي زي ما شفت كده ممكن يحصل ايه؟ البولتج صح؟ البولتج ده زاد كده شويه هيحصل ايه في الدايره بقى؟ ممكن تكليب صح؟ حاجه ممكن تحصل هل ده هيوصل لسين ستيت؟ لو حصل بيبنج ده هو خلاص هيوصل لسين ستيت صح؟ ممكن يحصل ايه كمان؟ ممكن حتى مش بس البيبنج ممكن حاجه تتحل صح؟ يعني البوت شاف هل انا بوت وانا مستعمل ديفايسز ما تستحملش غير وان بوت الديفايس ده عايزك ايه؟ هتحل عايز لسين ستيت؟ فروم كنترول بوينت اوف فيو مفيش اي مشاكل ما بصوش للبيبنج بس فروم سيركت بوينت اوف فيو ده حل حصل فيها مشكله ايه حصل فيها بيبنج ده This is not the other one in the social media, there is a large over shoes or under shoes. Hey, what I am on? There is no large institution, special station in here. I'm sure. Okay, what I'm going to do here is that the delta phi 2D, the delta phi arrow, and the steady state number 2, or we say the phi arrow, and the steady state number 1, زائد دلتا اوميجا على كي بي دي كي بي سي صح دي المعادله اللي طلعناها هو فات الفيز ايرور يساوي دلتا اوميجا ديفايد باي كي بي دي تايمز كي بي سي حاجه كده مهمه في الدنيا في الدنيا ونكمل المره الجايه ان شاء الله اللي هو لو عايزين بقى نهارايز احنا تقريبا المحاضره دي عملنا اناليسيس كتير قوي للستيت ستيت الاول حصل ايه والاخر حصل ايه في الايه؟ في اللوك كونديشن عايزين بقى نلمس ايه اللي هيحصل بقى الحته اللي منتهيه في الدنيا معاك منطقة النص صح؟ احنا قلنا درسناها كده كواليتيتيف قلنا مسمى شوية بلابس. يعني احنا عايزين بقى نعرف باي كالكوليشنز هل السيستم سريع بطيء هل فيه اوفر شوتس او اندر شوتس او فوقهم. فاللي احنا هنعمل بقى ايه؟ حاجة زي ما قلنا كده في الاول هنعمل اسمول سيجنال اناليسيس او بريتربيشن اناليسيس هفترض ان انا عندي تغيير حوالين السي ستيت وهشوف ايه اللي هيحصل. هنعمل اناليسيس بس ازاي بقى؟ هنعمل الينيار موديل زي ما عملنا كده في الترانزستور سمول سيجنال موديل اللي هو هنا برضه هنعمل انينيا موديل اوريدي عامل نيورال نتورك اللي هو الار سي نوت ده اصلا ليه نفسه ده ايه عباره عن تو لينيا كابلز والترانزي مانجر بتاعته على طول معروف زي كده ده واقع على ايه اس ار سي صح اس بي سي ال بي سي او يعني عارف النهارده في المحاضره ان انا ممكن احط مكان مين الموديل اللي هو بتاع البريتربيشن ده احط مكان يا جماعه انتجريت كي بي سي او ديفايد باي اس وين فيرست فيكتور اللي هو عملناها قبل كده ممكن اشيله واحط مكانها ايه؟
تستجيب بقى ايه؟ يقارن يقارن يعني يجيب الديفرنس وبعد كده يرجع في الايه؟ فبيزيكالي ذيس از لينير اوتو وبيير ايه؟ واللي ده لينير؟ ان كل كومبوننت اللي هو لينير كل حاجه خاصه بيه بالظبط كلها فانكشن فانكشن وده اللي انا بعمله نتيجه الايه؟ نتيجه السمول سيجنال اسامشن اللي انا عملته ده ان انا عندي سمول بيرتيفيشن فور انستنس لو جيت بقى هل انا بجيب نوع من المنشور دلوقتي باي اب طرفي انبوت واللي انا هعمله هجيب اتش اس اللي هي الكاوزر فانكشن بتاع النوم او كلوز نوم كاوزر فانكشن باي اب طرفي انبوت انت كام؟ هشوف النوم ايه؟ صح؟ لو حصل ضرب ثلاث نقط في بعض اتش او جي يسموها جي على 1 بلس جي صح كده؟ ايه؟ ده كلوز نوم كاوزر فانكشن هيطلع شكل مش هتلاقيه يا جماعه حاجه عامله كده ده يعني اتش اس is given by this expression. Expression ده انا هحطه في الصورة اللي هي general case اللي هي omega square على s زائد حاجة في s اللي طلع اللي طلع اللي طلع اللي ده شكل ايه يا جماعة ده؟ ده second order second order ايه ده؟ شكل ايه في الفيلترز؟ لو باسل this is the second order لو باسل فالبي ال ال كان لما قال behaves like A second order low pass filter. So we take a look at high output and low input. يعني ايه بقى low pass filter؟ low pass filter بقى معناه هو بيعدي حاجات وبيشيل حاجات. صح؟ فبيعدي هنا وبيشيل هنا. لو بي ال ال دي داخل عليها سيجنال في بعض السيجنالز هتعدي وفي بعض السيجنالز مش هتعدي. مين اللي هيعدي ومين مش هيعدي؟ Thank you.